السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري اللي هو التنفسي، يبقى الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. دوت بيبقى عبارة عن إيه؟ أنا عندي النوز اللي هي الأنف، الفارينكس البلعوم، اللارينكس الحنجرة، التراكية القصبة الهوائية. بعد كده بتتقسم لاتنين برونكوس أو برونكاي اللي هي الشعب الهوائية. بعد كده بتتقسم ليه برونكيول، برونكيول اللي هي تصغير برونكوس اللي هي الشعيبات الهوائية. وبعد كده بتتفرع لي الفيولوي. طبعا مش هنسى اللونج اللي هي الرئة، بتبقى متغطية بالبلورا. هنمسك كل حاجة فيهم بالتفصيل وهنبدأ بالنوز. تعالوا نشوف شكلها من بره. النوز دي حاجة هنا موجودة ما بين التو ايز، وتعتبر المدخل للريسبيراتوري تراكت، وفيها ايه؟ الاولفاكتوري ريجون، المنطقه اللي انا بشم منها. طيب انا عندي بتبقى عباره عن بريدج وتب ونيرس. النيرس دي الانتيرير اوبننج اوف نوز. طبعا انا عندي اتنين ناحيتين مفصوله بالنيزل سيبتوم، وعندي الاله اوف نوز دي اللي هي بتبقى افلالي النيزل كافيتي ديت او النوسترل من الناحيه اللاتيلر. طيب السكليتال فريم ورك بتاع النوز دي بتبقى عبارة عن بونز وكارتليج. البونز انا عندي النيزل بون اللي هي الحتة الرفيعة دي الناحية دي، وزيها الناحية التانية النيزل بون. عندي كمان الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا، دي البون دي اسمها الماكزيلا اللي احنا قلنا بيبقى ماسك فيها السنان اللي فوق. وانا عندي فوق الفرونتال، فالحته بتاع المجزلة اللي هتروح تمسك في الفرونتال اسمها ايه؟ الفرونتال بروسيس اوف مجزلة. وعندي الكارتليج، عندي الابر نيزل واللور نيزل والايلر كارتليج. تمام، تعالوا بقى نشوف النيزل كافيتي من جوه. النيزل كافيتي ده البوستيرور وايد بارت اوف النوز، بيتقسم لاتنين بالنيزل سيبتوم اللي هو موجود في نص التو كافيتي بتوع النوز. غالبا النيزل سيبتوم دوت بيبقى ديفييتد عن الميديان بلين، فبيعمل لي تو نيزل كافيتي مش متساويين في الحجم. اللي انا شايفاه ده انا شايفه اللاتيلر وول بتاع الليفت نيزل كافيتي عشان الشخص باصص الناحيه دي. طيب كل نيزل كافيتي دوت بيبقى ليه روف وليه فلور وليه ميديال وول وليه لاتيلر وول، بالاضافه طبعا ان انا بيبقى عندي تو اوبننج. عندي اوبننج من قدام اللي هي النوسترل، وعندي اوبننج من ورا اللي هي بعد كده بتدخله لي على الفارينكس، بتدخل لي النوز على الفارينكس اللي هي اسمها الكوانا. طيب تعالوا نتكلم اكتر على اللاتيلر وول. زي ما احنا شايفين اللاتيلر وول دوت كده ايه، حاسينه الريجولر معرض كده. ليه؟ لاني انا طالع عندي بوني بروجكشنز، عامله زي الرفوف كده، عظم طالع كده عامل زي الرفوف، بيزود لي السيرفيس اريا بتاع النوز. اسمهم ايه؟ اسمهم توربينيت، توربينيت سوبيريور، توربينيت وميدل وانفيريور، بيبقوا طالعين كده اتجاه لتحت وميديالي داخلين على النيزل كافيتي، يبقى دايركتد داونورد اند ميديالي. كل توربينيت بيبقى ليهم اتاتشد مارجن في اللاتيلر وول، والفري مارجن اللي هو موجود في النيزل كافيتي. طيب عندي بقى تحت كل بون كده في مجرى اسمه نيزل ميتوس، نيزل ميتوس ديت كده بتبقى ممرات كده تحت التوربينيت. تمام، طيب البارا نيزل اير ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية، هي باينة في الصورة دي، بس تعالوا نشوف صورة ليها أوضح اهي. بتبقى عبارة عن ايه؟ عندي سبيسز كده فاضية جوه السكال، بتبقى مليانة هوا. عندي أربعة في كل ناحية، فرونتال، وعندي الماكسيلري، وعندي السفينويد هي هتتشاف من لاتلر، وعندي الاسمايد. عندي أربعة بتتسمى على حسب البون اللي هي موجودة فيها. بيروحوا يفتحوا فين؟ بيفتحوا في اللاتيلر وول بتاع النوز اللي احنا كنا لسه شايفينه في الصورة التانية. بصوا كده ركزوا في الصورة دي، شايفين التوربينيت ديت طالعة عاملة ازاي، نازلة لتحت كده وداخلة لجوه على النيزل كافيتي.
طيب ايه اهمية وجود ال air sinuses ديت في ال skull؟ بتخفف لي وزن ال skull، هوا كده في قلب ال skull التقيلة دي البول، بتخفف لي الوزن بتاعها وبتعمل لي رنة لصوتي. جربوا كده تتكلموا في أوضة فاضية، هتحسوا ان الصوت بيبقى ليه رنة. تمام، تعالوا بقى نشوف الفارينكس اللي هو البلعوم. دوت بيبقى عبارة عن أنبوبة عضلية وايد ماسكولر تيوب، بتبقى موجودة فين؟ زي ما احنا شايفين كده، موجودة ورا النوز، وموجودة ورا الماوس، وموجودة ورا اللارينكس. وده بتعتبر كومن باسج للهواء والأكل، الهواء اللي جاي من النوز والأكل اللي جاي من الماوس. طيب بتبتدي منين؟ زي ما احنا شايفين من هنا، بتبتدي عند البيز اوف سكال، دي السكال اهي، بتبتدي من عند البيز اوف سكال وبتنتهي عند اللور بوردر اوف الكريكويد كارتليج، عند السيرفايكال فيرتبرا الستة. يعني انا لو عديت 1 2 3 4 5 6 ادي نهايتها هنا عند ايه اللاند مارك بتاعتها؟ اللور بوردر اوف الكريكويد كارتليج عند ال 6 سيرفايكال فيرتبرا. وزي ما احنا شايفين، لو انتوا واخدين بالكو، ان ملهاش انتيريور وول خالص، فتحة على الشارع اهي، على النوز وعلى الماوس. طيب طولها ايه؟ بيبقى 5 انش. 5 انش طبعا هتتقسم 3 اجزاء. الجزء اللي فوق دوت اللي بيبقى قدام النوز هياخد اسم النيزو فارينكس، نيزو فارينكس، ودوت اوسع جزء فيهم. الميدل بارت ده اللي بيبقى قصاد الماوس اللي هو اورال، فهيبقى اسمه اورو فارينكس، اورو فارينكس، وده بيبقى اضيق شويه من النيزو فارينكس. طيب الجزء اللي بيبقى تحته خالص اسمه لارينجيو لارينكس، هو اللي بيبقى قصاد اللارينكس، يبقى اسمه لارينجيو فارينكس، لارينجيو فارينكس اسفل. طيب ايه بقى الباوندريز بتوعه؟ من فوق سوبيريور البيز اوف سكال، طيب انفيريور دي هتكمل مع الايسوفيجوس اللي هو المريء، يبقى اذا الفارينكس دوت بيكمل انفيريور مع الايسوفيجوس اللي هو المريء. طيب ايه اللي موجود ورا الفارينكس دوت؟ انا موجود عن الفقرات من C1 لسي 6 فيرتبري. طيب من قدام؟ ده هيكومنيكيت مع النوز، مع الاورال كافيتي، مع اللارينكس. طيب لاتلر بقى دوت بيبقى ليه علاقة، يعني عامل ريليشن مع الستايلويد ابريتوس، مع الكومن كاروتيد ارتري، مع الانترنال كاروتيد ارتري والاكسترنال كاروتيد ارتري والبرانشز بتوعه. تمام، تعالوا بقى نشوف اللارينكس اللي هي الحنجرة. دي تعتبر جزء من الريسبيراتوري تراكت، بتقوم بوظيفة ايه؟ دي تعتبر الاورجان اوف الفوناشن، يعني اللي مسؤولة عن انتاج الصوت بتاعي، الفويس برودكشن. كمان بتمنع مرور الاكل والفورين بودي ناحية الريسبيراتوري تراكت. طيب هي موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الميد لاين اوف نيك، بتمتد من الروت اوف تانج لحد التراكية، يعني بتبقى موجودة قدام الفقرات من C3 لسي 6، قدام الفقرات العنقية من رقم 3 لرقم 6. طيب الحجم بتاعها بقى في الادلت ميل بتبقى عبارة عن 44 ملي، انما في الفيميل بتبقى 36 ملي. ممكن نقولها كده بشكل مختصر ان هي هتبقى في الاتنين 4 سنتي ونمشي حالنا. طيب السكليتال فريم ورك بتاعها بقى عبارة عن ايه؟ دي بتبقى عبارة عن مجموعة كارتليج، هنا في قدام وفي ورا كمان، هنقولهم دلوقتي بالتفصيل، عبارة عن شوية غضاريف متصلين ببعض بقى بجوينت وليجامنت وممبرين، وبتبقى لاين بميوكوس ميمبرين. طيب ايه الريليشنز لللارينكس دي؟ انا عندي انتيريور ليها، احنا اتفقنا ان دي موجودة في الميد لاين اوف نيك، يبقى انا عندي قدامها هتبقى ايه؟ هيبقى عندي السكين، تحتها السوبرفيشيال فاشيا، تحتها الديب فاشيا، وهيجي زيادة هنا ايه؟ الانفرا هايويد ماسل، دي الهايويد بون، هايويد بون بتيجي ماسل هنا، انفرا هايويد ماسل. طيب بوستيريور ليها بقى، زي ما اتفقنا في الصورة اللي فاتت، انا عندي هنا اللي بيبقى ورا اللارينكس، انا عندي الفارينكس، بالاخص اللارينجيو
الفارينكس، الجزء بتاع الفارينكس اللي موجود ورا اللارينكس. حلو الاغنيه دي، اللارينجيو فارينكس، وكمان يعني سنه الابر بارت اوف الاسوفجس. طيب لاتلر ليها بقى بيبقى موجود ايه؟ انا عندي الكاروتيد شيز، وزي ما احنا شايفين حاجه مهمه جدا وبتيجي كتير في الام سي كيو هي الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند بصوا طالعه فين اهي، دي كده تعتبر الحته بتاع اللارينكس، ودي موجوده لاتلر ليها. يبقى انا عندي قوي عندي الحاجات المهمه قوي هنا ايه، ان بتمتد اللارينكس دي بتمتد من فين لفين، موجوده قدام C3 لC6 vertebrae. كمان الانتيريور ريليشن ليها موجود الانفرا هايويد ماسل، واللاتيلر ريليشن ليها موجود الثايرويد جلاند. تمام. طيب تعالوا نتكلم على الكورتلج بتاع اللارينكس، ايه الغضاريف اللي مكونه لي الحنجره دي. عندي اول حاجه ودوت اللي مكون لي البالك هو الثايرويد كورتلج. الثايرويد كورتلج دوت النص بتاعها اسمينه 2 علشان نشوف الحاجات اللي جوه واللي ورا اهي، ده شكلها بالكامل. ثايرويد كارتليج دي بتبقى عباره عن 2 لامينا، ادي واحده وادي واحده، يونايتد انتيريورلي بس مفصولين من ورا. بصوا الحته دي اكنها مكسوره، يعني دوت مكان الالتقاء مع الناحيه الثانيه، انما ورا دي بعيده اصلا منفصله عن بتاع اللمادي. يبقى هما ماسكين مع بعض anteriorly لكن منفصلين posteriorly. الانتيريور بوردر ده زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيها ايه، لارينجيال بروميننس، الحته البارزه دي اللي هي موجوده في الميل اللي هي الشباب والرجاله اللي هي الادمز ابل، تفاحه ادم، تمام، اللي هي بتتحرك طالع نازل مع مع الشرب ديت. تمام. طيب البوستيريور بوردر بقى اللي هو ورا ده انا شايفه فيه ايه، شايفه superior horn وشايفه inferior horn في كل ناحيه. طيب عندي ايه تحت ده، ده كريكويد كارتليج. كريكويد كارتليج دوت بيبقى عامل شبه الخاتم كده، من قدام بيبقى رفيع بس هو راجع ورا بتلاقيه بيوسع كده، بيبقى برود، يبقى ليه نارو anterior arch وبرود بوستيريور لامينا. طيب ايه ورقه الشجر اللي واقفالي دي؟ ابيجلوتس، لساني المزمار، عامله شبه ورقه الشجر كده، بتبقى موجوده ورا التونج والهايويد بون، ليها ابر زي ما احنا شايفين، ده ابر فري بوردر او ابر فري برود اند، بصوا مش ماسكه في اي حاجه، لكن من تحت دي كده بتبقى نارو وبتبقى اتاتشد للثايرويد كارتليج بليجامنت اسمه ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت، واخد من الكلمتين ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت، ده معناه ان هو واصل ما بين الثايرويد كارتليج والابيجلوتس، ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. تمام. عندي كمان بقى حاجات شبه المثلثات كده الصغنطوطه دي اللي هي اسمها ايه، اريتينويد، دي بتبقى بيراميدال ان شيب شبه البيراميدز كده، ليها ابيكس وليها بيز. تمام واضح. البيز بتاع الارتينويد دوت بتبقى عامل ارتكيوليشن مع الكريكويد، وكمان الثايرويد كارتليج ده بيبقى عامل ارتكيوليشن مع الكريكويد كارتليج. تمام. طيب لو جينا بصينا في الكافيتي بتاع اللارينكس ذات نفسها هلاقي ايه؟ هلاقي ان هي مقسومه لثلاث اجزاء. طيب ايه اللي مقسمها لي لثلاث مناطق كده؟ انا عندي هنا 2 فولد هيقسموها لي، عندي من هنا الفيستيبيولر فولد وعندي الفوكال كورد. طيب اللي هيبقى موجود فوق الفيستيبيولر فولد هيبقى اسمه الفيستيبيول، الفيستيبيول، واللي موجود تحت الفوكال كورد اسمها الانفراجلوتيك كومبارتمنت، انفراجلوتيك كومبارتمنت. طيب اللي ما بين بقى الفيستيبيولر فولد والفوكال كورد دي هتبقى اسمها اللارينجيال فنتريكل او اللارينجيال ساينس، موجوده فين؟ ما بين الفيستيبيولر فولد وما بين الفوكال فولد. تمام. طيب انا عندي حاجه اسمها ساكيول اوف لارينكس، دي بتيجي تطلع كده ما بين الفيستيبيولر فولد والثايرويد لامينا، وظيفتها ايه؟ ان بيبقى فيها ميوكوس جلاند
بتعمل لي الابريكيشن للفوكال كورد. تمام، نشوف بقى التراكية اللي هي القصبة الهوائية. دي بتبقى عبارة عن أنبوبة كده كارتليجينوس وفايبروماسكولار، طولها من 10 لـ12 سنتي. الكرسي بتاعها نصه في الرقبة في النك، والنص التاني في السوبيريور ميدياستاينم. هنفهم كمان شوية يعني ايه السوبيريور ميدياستاينم. ايه اللي يحافظ لي على التراكية كده تفضل مفتوحة وبيتنت؟ ان انا عندي هايلاين كارتليج بيبقى موجود في الوول بتاعها على شكل يو شيبد. ده كده كارتليج وده كارتليج، يو شيبد كارتليج كده، يعني ايه فاتحها كده مخليها بيتنت. طيب انا لو جيت خدت سيكشن ترانسفيرس كده، خدت سيكشن بالعرض في التراكية، يعني انا قطعتها من هنا كده بالعرض، هل هلاقيها زي شبه الاسطوانة كده مدورة؟ لا، انا بلاقيها شبه حرف الدي، بتبقى فلات كده من اتجاه. الاتجاه ده اللي هو هيكون فين؟ هيبقى ناحية ورا، اللي هو بيبقى مقابل للإسوفجس اللي هو المرجي. تمام، يبقى اليومن بتاع التراكية بيبقى دي شيبد، والحتة بتاعت دي اللي هي بتبقى فلاتنت بوستيريور. طيب عايز اعرف بيبتدي منين؟ بتبتدي في الرقبة عند اللور بوردر اوف الكريكويد كارتليج. طب حد فاكر احنا قلنا الكريكويد كارتليج بتمتد من كام لكام؟ من C3 لC6. يبقى اذا التراكية بتبدأ عند الليفل بتاع السكس سيرفايكل فيرتبري. طيب بتخلص فين؟ بتخلص في الثوركس. بقى التراكية بتيجي توصل عند مستوى الاسترنال انجل. عارفين فين الاسترنال انجل؟ اللي هي الجونكشن اللي بتبقى ما بين المانوبريوم استرناي والبادي اوف استرنوم. ثانية، اللي هي دي. انتوا لو كده جيتوا مشيتوا بايديكوا من تحت الرقبة في نص الجسم كده، هتلاقوا حاجة عاملة زي اليو ديت، اللي هي الحتة بتاع الجوجلر نوتش بتاع المانوبريوم اوف استرناي. انزلوا كده تحت شوية حوالي مثلا 2-3 سنتي، هتلاقي حتة قبة كده، هي دي الاسترنال انجل اللي التراكية بتخلص عندها. طيب بتخلص ازاي؟ يعني اللي هي هتبقى عند المستوى ده، المستوى ده بتبقى عند T4 عند الثوراسيك فيرتبرا الرابعة. تمام، ايه اللي بيحصل لها بقى؟ بيجي يحصل لها بايفوركيشن، بتتقسم لي رايت وليفت مين برونكوي. ولو انا جيت خدت ديب انسبيريشن يعني نفس عميق محترم كده، البايفوركيشن دوت ممكن ينزل لحد مستوى التي 6 فيرتبرا. تمام، بعد كده كل برونكوس بتعدي اوبليك وتدخل في الميدل ميدياستاينم. احنا هناك قلنا ان التراكية كانت موجودة في السوبيريور ميدياستاينم، لكن دلوقتي البرونكوس بتعدي تدخل في الميدل ميدياستاينم، وبعد كده بتدخل الهايلم بتاع اللونج. البرونكوس بيدخل الهايلم بتاع اللونج. ايه الهايلم بتاع اللونج ده؟ ده المكان اللي البرونكوس بيدخل منه والفيسلز داخلة خارجة منه، اسمه الهايلم اوف لونج. وبعد كده يتقسم جوه للوبر برونكوي، وده يديني سيجمنتال برونكوي، وده يتقسم لبرونكيول، وبعد كده الفيولر دوكت، وبعد كده التيرمينال الفيولاي. تمام، يبقى احنا مشينا تراكية من برونكس، بعد كده اللوبر برونكاي، بعد كده السيجمنتال برونكاي، برونكيول، الفيولر دوكت، تيرمينال الفيولاي. طيب عايزين نعمل مقارنة ما بين الرايت برونكس والليفت برونكس. الرايت برونكس بتبقى قصيرة 2.5 سنتي، انما الليفت لونج 5 سنتي. من حيث الديامتر الرايت بتبقى وايد واسعة، انما الليفت بتبقى ضيقة. الكورس بنحس ديت عندنا ان الرايت بتبقى نازلة ان لاين مع التراكية، يعني اقرب في اتجاهها كده ايه للتراكية، نازلة كده، انما الليفت بتبقى اوبليك داخلة بكسرة كده او بتبقى هوريزونتال احيانا، انما الرايت بتبقى نازلة في نفس الاتجاه معاها كده. فبالتالي هنا بيبقى في نقطة عندنا، ان دلوقتي مثلا لما يجي طفل او اي حد كبير مثلا بلع فورين بودي، بيروح لفين الاول او بيروح فين مثلا اكتر احتمالية وكده؟ هيدخل على طول على الرايت لانج. ليه؟ لان هي اللاين مع التراكية، وغير كده كمان هي واسعة، انما في الليفت ممكن يلاقي ريزيستنس لو كانت اوبليك شوية خفيف كده. تمام، الرايت برونكوس بتتقسم اكسترا بالمونري
لللوبر برونكاي، انما الليفت برونكوس بتتقسم انترا بالمونري لللوبر برونكاي. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه الميدياستاينم. ده عباره عن السنترال كومبارتمنت اوف الثوراسيك كافيتي. طيب تعالوا نشوف الايه الحدود بتاعته. من قدام هيبقى عندي الاسترنم والكوستال كارتليج اللي هي بتبقى ماسكه في الاسترنم من هنا. من ورا عندي البودز بتاع كل الثوراسيك فيرتبرا، البودز اوف اول ثوراسيك فيرتبرا. سوبيريور عندي البلين اوف ثوراسيك اليت. ايه البلين بتاع الثوراسيك اليت ده؟ كده انا عندي خط كده اللي هو بيعدي منين، من عند المانوبريم استرناي من فوق والميديال وول بتاع الفيرست ريب لحد تي 1 اللي هو الثوراسيك فيرتبرا الاولى. تمام، خط كده ايه ايميجينري يعني. طيب ومن تحت هيبقى عندي الدايفرام. ايه الدايفرام ده؟ اللي هو الحجاب الحاجز. طيب الميدياستاينم دوت بيجي برضو يتقسم بإيميجينري بلين، بيمتد منين؟ بيجي من الاسترنال انجل، وده اتفقنا اللي هي بتبقى اللي عند الجونكشن ما بين المانوبريم استرناي والبادي اوف استرنم، الحته دي اسمها الاسترنال انجل. الخط اللي انا متخيله دوت بيطلع من الاسترنال انجل لحد اللور بوردر بتاع تي 4 الثوراسيك فيرتبرا الرابعه. اسمهولي ايه؟ اسمهولي السوبيريور ميدياستاينم وانفيريور ميدياستاينم. بعد كده الانفيريور ميدياستاينم دوت هيتقسم لي بالهارت والبريكارديوم بتاعه. هيقسمه لايه؟ لانتيريور ميدياستاينم اللي هو باللون الازرق ده، ده اللي بيبقى موجود قدام الهارت والبريكارديوم. وعندي الميدل ميدياستاينم دوت عباره عن البريكارديوم والهارت، وعندي البوستيريور ميدياستاينم ده اللي موجود ورا البريكارديوم والهارت. طيب الميدياستاينم كل دوت بقى ايه الكونتنت بتاعته؟ انا عندي ماسل زي الاسترنو هايويد الاسترنو ثايرويد، عندي الريمننت بتاع الثايموس جلاند، عندي الجريت بلود فيسل، عندي الفين والارتري والنيرفز، عندي فيثرا زي التراكية، عندي الاسوفاجس، عندي الليفت ريكورنت لارينجيال نيرف والثوراسيك دكت. الحاجات دي تتحفظ كويس. ليه؟ علشان بيجي في الام سي كيو all of the following are content of the mediastinum except. تمام،